نشوف أهم الأخبار في الصحف النهاردة عن النادي الأهلي. مجلة الأهلي بعد نشرها بالجريدة الرسمية سريان العمل بلائحة النظام الأساسي للأهلي. دعوة الجمعية العمومية للانعقاد يومي 23 و24 نوفمبر. مجلة الأهلي الثامنة مساء الجمعة في برج العرب في ذهاب نهائي دوري الأبطال الأفريقي. إن شاء الله هنكسب. تسعة في الخير يا أهلي. كلاكيت تاني مرة نادي القرن يواجه الترجي في النهائي الحلم. الماتش الساعة 9 مش 8. الأخبار أشرف صبحي يطالب الأهلي بالحسم المبكر للقب الأفريقي. مجلة الأهلي احذروا من لعبة الحظ والعقدة. إذا كان رادس أهلاويا فبرج العرب ترجاويا الذي كتب التاريخ في تونس يمكنه إعادته في الأسكندرية. مجلة الأهلي نهائي دوري الأبطال يدخل التاريخ استخدام تقنية الفار لأول مرة في بطولة أفريقيا. مجلة الأهلي طرح نصف تذاكر مباراة الترجي بالنظام الإلكتروني وتخصيص النصف الآخر للأعضاء. الأهرام الأهلي يفرض السرية على تدريباته وبرج العرب استعدادا للترجي. كارتيرون بطل تونس تطور أداؤه والفريقان كتاب مفتوح. السرية شعار الأهلي قبل نهائي أفريقيا ضمن الشروق. الفريق يدخل معسكرا مغلقا في برج العرب استعدادا للترجي ويمنع الإعلام من التواجد في التدريبات وجاهزية الشناوي وفتحي وهاني. الأخبار المسائي هدوء في الأهلي. الفريق في معسكر مغلق بالإسكندرية والشناوي جاهز للترجي. الوفد اليوم الفريقان في برج العرب استعدادا لنهائي أفريقيا. الأهلي صحح أخطاء الدفاع قبل مواجهة الترجي ويعلن جاهزية الشناوي ومحارب. المسا درس على السبورة للاعب الأهلي علاج أخطاء الدفاع تعليمات خاصة للظهيرين وتصحيح تحركات حمودي.